سبحان الله، ما أجملها من لحظات الأحباب الكرام. والله إن العين لا تدمع والقلب يدمع أكثر من العين. يعني سبحان الله، عندما تجد الشخص في مثل هذا السن قد شرح الله صدره للإسلام وسيدخل في الإسلام بإذن الله تعالى ليصبح أخا لنا ويكون منا وله ما علينا وعليه ما لنا. سبحان الله، هذا الشخص كما قلنا كان الشيطان قد قال هو في ركبه، لكن شاء الله وقدر الله أن يكون في هذا العمر حتى يكون معنا من المؤمنين. فكبروا الله عز وجل، الله أكبر، كبروا الله عز وجل على حسن هذه الخاتمة. الله أكبر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. آمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. آمين. فندع الأخ ليقول له بالألمانية بلغته هل هو مقتنع بهذا الإسلام وماذا وجد في هذا الإسلام حتى يكون في ركبه. فلنسمع منه بعض الكلمات قبل أن ينطق بالشهادتين ليدخل معنا. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله unser Bruder nach der Shahada ist der Vorsitzende. Was hat sich entschlossen, den Islam anzunehmen? In der Vergangenheit der Horst noch sehen können, und der Horst noch das, wo er seine Seele nicht genommen, aber er hat sehr viel Erfahrung gesammelt mit dem Islam, mit Nordafrika, und er möchte gerne den Islam annehmen. Lieber Horst, wir werden das Glaubensbekenntnis heute aussprechen, inshallah. Zuerst machen wir es auf Deutsch, und dann werden wir es auf Arabisch aussprechen, Wort für Wort, inshallah. Möge Allah von uns allen annehmen, auf dieser und auf der anderen Welt. Warum erkennen? Ich bezeuge, dass es keine andere Gottheit gibt, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Prophet ist. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu أن محمد رسول الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله إلا وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى ابن مريم رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله بكرة وأصيلا. فهنيئا له بدخوله للإسلام إن شاء الله، والإخوة سيفهمونه بعض الأمور في ديننا الإسلامي وسيمنحون له شهادة بدخوله الإسلام من هذا المسجد. فتعالوا وعانقوا أخوكم بدخوله الإسلام. Ja, danke.